وينضم معنا عبر الهاتف محامي ناهد المانع أحمد الراشد. أهلا بك سيد أحمد. سيد أحمد، بداية، هل وصلكم أي تفاصيل من السلطات البريطانية عما كشفت عنه الصحافة البريطانية اليوم، وما مدى صحة تلك المعلومات التي كشفت؟ طبعا لم تصل لنا بصفتي محامي للمجني عليها، ولم يصل لوالدها هذا الخبر، ولكن نحن يعني الحقيقة سمعنا عبر وسائل الإعلام المقروءة، ولكن هناك تحفظات من ناحية القبض على هذا الجانب، ونحن كمحامي لها اعترضت على هذا القاتل، والحقيقة كان عمره آنذاك يوم كان يرتكب الجريمة المزعومة يعني. نحن لا نؤكد بأنه هو القاتل، ونفينا عبر وسائل الإعلام وعبر الحقيقة القرارات القانونية والنظامية بأننا لا نقر بأن هذا هو القاتل المزعوم. كان عمره آنذاك 15 سنة. وأنت تعرفين يعني إذا كان اعترفنا بهذا القاتل وهو الحقيقة يعني نستبعد بأنه هو القاتل، لأنها حتى أنها تنتفي منه المسؤولية الجنائية إذا كان أقل من مثلا 18 سنة، تنتفي منه المسؤولية الجنائية. لكن هل ستنتفي هذه المسؤولية حتى إذا أقر الجريمة؟ نعم سيد أحمد، هل ستنتفي منه هذه القضية حتى إذا أقر تلك الجريمة؟ نحن لا نقر باعتراف هذا الجاني. قد يكون هناك يعني حيثيات وملابسات تم الجرم فيها، وهناك قواعد منظمة ومنظومة معنية وفق القانون البريطاني، ونطالب وكذلك طلبنا عدة مرات بأننا نحضر التحقيق والمحاكمة، ولكن لم يسمح لنا للأسف لأننا سبق وذكرنا للسفارة البريطانية في الرياض بأننا سوف نحضر هذه المحاكمة ونحضر التحقيقات، ولكن لم تستجيب معنا السفارة البريطانية، ونحن لا نقر بهذه التحقيقات أو هذه المحاكمة. إذا كان لم يعترف إلا حتى الآن، أنت تعرفين أنه تم القبض عليه قبل سنة من هذا التاريخ، كيف بواحد طفل لا يتجاوز عمره 15 سنة لحد الآن لم يعترف إلا هذا الوقت الحاضر؟ برأيك ما هو سبب الاعتراف حاليا أستاذ أحمد؟ نعم، لماذا حاليا تم الاعتراف في هذا الوقت؟ لم يعترف منذ سنة. للأسف هم قالوا قبل سنة بأنه اعترف، وقالوا سوف ذهب إلى المحكمة وذهب إلى المحكمة، وهناك يعني الحقيقة كان هناك تردد في الاعترافات، ولكن نحن لا نقر هذا الاعتراف ولا نعترف به أبدا إلا إذا كان هذا الاعتراف واضح ومدعوم بملابسات الجريمة. لابد أن نحن نحضر بصفتي محام للمجني عليها، لابد أنني أحضر وأتحقق من ملابسات الجريمة وفي موقع الجرم ذاته، ولكن لا نقر هذه الاعترافات أمام المحكمة أو أمام هيئات التحقيق البريطانية. نعم. شكرا لك الأستاذ أحمد الراشد محامي الطالبة السعودية المجني عليها ناهد المانع.